لسه بنتكلم عن مسلسل عيشها في فرحة، والحقيقة انه من النقاط المضيئة في هذا المسلسل واللي ابتدينا نشوفها الفترة اللي فاتت انه يكون في مؤلفين شباب. معانا دلوقتي على التليفون المؤلفة سهر حمزة، احدى المشتركات في الكتابة والتأليف مع الأستاذة سارة مصباح والأستاذ عمرو محمود ياسين. مساء الخير عليك يا سهر، ببارك لك على المسلسل. مساء النور يا هدير، وميرسي جدا والله على المداخلة الجميلة دي. اختيار الموضوع يا سهر، والموضوع مهم لأنه احنا بنتكلم عن مشاكل 15 مليون من ذوي الإعاقة، ويعني تطرقتوا لتفاصيل مهمة جدا، وأكيد كنت بتسمعي سيادة النائبة وهي بتتكلم معانا على قد إيه هي سعيدة بأن أنتوا تناولتوا التفاصيل بالشكل ده داخل دراما تدي للناس أمل وتعرف الناس أكتر بمشاكل ذوي الإعاقة بشكل إيجابي جدا. أنا طبعا اتبسطت جدا من كلامها، لأن هو فعلا ده كان هدف القصة، إن إحنا نجيب قصة صعبة جدا وحزينة، إن واحدة ما عندهاش أي مشاكل وفجأة تتعرض لحتى تقلب حياتها 180 درجة، وفي نفس الوقت بقى ما يبقاش ان احنا جايبين الحياه الحزينه الكئيبه ان البنت دي حياتها انتهت، لا، انه هي بقى عندها امل، ان هي عايزين نعرض الموضوع بطريقه ايجابيه ويبقى فعلا يعني على اسم المسلسل ان هي تعيش بفرحه، يعني هي تعرف تعيش حياتها بفرحه ويبقى عندها طموح وهدف وتقدر تحقق الهدف ده. ودي من ضمن النقط برضو المهمه، ان نديهم فرصه يثبتوا نفسهم، وده ممكن فعلا يحصل، نديها فرصة ان هي تحب من دون ما نحكم عليهم بمجرد ان حد عنده مشكلة صحية يبقى هو خلاص لا ينفعش يحب، ما ينفعش يشتغل، هو حياته خلصت. فكان صعب قوي نوزن بين القصة بانها تكون حقيقية وفعلا صعبة، بس في نفس الوقت في رضا وقبول وتحدي، ان انا زي ما هي قالت السعاده قرار، انا هعيش وهنجح وهتبسط. وده طبعا كان جزء منه طبعا يعني الايمان بقضاء الله طبعا، وطبعا الناس اللي حواليها والدعم اللي تتلقاه من وضحت انتوا ده يا سهر في المسلسل، انه الدعم اللي من كل حد موجود حوالين ذوي الإعاقة مهمة جدا، دورهم مهم جدا في الحياة جداً. وفي المقابل وضحتوا برضو الناس اللي بتبقى رافضاهم في المجتمع تأثيرهم طبعاً عليهم بيكون عامل ازاي. تأثيرهم بيبقى يعني لو هو على البني آدم الطبيعي ليه تأثير، هيبقى ليه تأثير أضعاف أضعاف على بني آدم أصلا بيحاول هو جواه صراع أساسا إن هو يتعايش مع إعاقة من أول التفاصيل الحياة اليومية، زي ان هي تتحرك في الشارع او تخش الحمام او اي الحاجات البسيطه في يومها دي، ده في حد ذاته تحدي ان هي تحقق نفسها وتعيش. فاي كلمه تنمر من حد او اي تعاطف مبالغ فيه او يحسس انه مش زيه زينا، ده بيأثر فيه بشكل سلبي جدا. فدي كانت من ضمن طبعا وبعدين انا حابه برضه اقول ان 55 مشكله حب ده دي رسائل كانت لدكتور مصطفى محمود، بس احنا كنا بناخد المغزى من الرساله، يعني المغزى كان من الرساله دي كان بيتكلم عن الرضا والسعاده. وطبعا استاذي والمؤلف العظيم عمرو ياسين الفكره كانت من خياله ومن تأليفه، ومعايا ورشة الكتابة اللي هو أنا وزميلتي سارة مصباح، يعني خدنا الرسالة بتاعة السعادة والرضا دي وحطناها في القصة بالشكل ده عشان توصل للجمهور بالشكل الإيجابي والبوزيتيف اللي هي وصلت بيه. الحمد لله انها الحقيقه انه ده وصل جدا من خلال المسلسل، والرسائل الحقيقه كانت ايجابيه من وسط واقع صعب جدا يا سهر. عايز اسالك عن الكتابه بشكل الورشه، لانه ناس كتير لسه الكتابه بالشكل ده جديده عليها. بصي، هو احنا كنا يعني الورشه احنا كان انا وزميلتي ساره مصباح، وكان طبعا التاليف والاشراف العام استاذ عمرو ياسين. الحقيقه ان احنا كنا يعني زي ما بقول لك، رغم ان هو كان تشالنج صعب وكان كمان في زنقه في الوقت والكلام ده، بس
احنا كتيم الموضوع كان يعني كان سهل الممتنع، عارفه يعني احنا الحمد لله كنا عايزين نوصل رساله ووصلناها. وطبعا استاذ عمرو ياسين ادى فرص يعني للشباب زي ما انت قلتي ان احنا نظهر ونبان دي تجربة أولى ليكي يا سهر. دي تجربة أولى ليا. ألف مبروك، تجربة الله موفقة يبارك فيك. واختيار موضوع عظيم الحقيقة، ومحتاجين مزيد من هذه الموضوعات إن غير شاء الله. الموضوعات المستهلكة اللي احنا ما بقيناش عايزين نشوفها وما طبعا. تعبرش عن المجتمع المصري ولا قضايا المجتمع المصري اللي بنحتاج ان الدراما تظهرها بشكل مبهج وبشكل الحقيقة فيه كتير من الإيجابية زي ما شفناه حتى وإن كان واقع صعب من خلال مسلسل عيشها في فرحة. شكرا ليكي ولكل طاقم العمل. الكاتبة سهر حمزة، شكرا جزيلا على وجودك معي.